في محاولة للهرب من أجواء الحرب والدمار نظمت في مدينة حلب شمالية سوريا بطولة للملاكمة للأطفال الناشئين والأشبال، ولقيت البطولة التي نظمها ناشطون إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة. مرارة الحرب في مدينة حلب السورية لم تحل دون رغبة هؤلاء الناشئين والأشبال في ممارسة هوايتهم برياضة الملاكمة. استجابة لهذه الرغبة نظمت هذه البطولة التي أطلق عليها اسم بطولة الجمهورية، وحققت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة لتجسد نوعا آخر من أنواع الصراع من أجل البقاء. عملنا بطولة لفئة الأشبال والناشئين، والحمد لله تمت البطولة بنجاح وخير، وأبطالنا ظلوا محافظين على أوزانهم يعني، وظلوا هن نفس الأبطال، ومستواهم كمان متقدم عن أول. القائمون على تنظيم البطولة يقولون إن الفكرة شملت أغلب المناطق المحررة والتي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية في مبادرة للتخفيف من تداعيات القتال. هذا ما ترجمه فرح الأطفال بالمشاركة سواء ربحوا أم خسروا المباراة. حبيت ألعب بطولة لأني مش عصير بطل عالم، وحبيت هالبطولة كتير، والعالم صحيح أنا خسرت بس بحس حالي ربحان. مبادرة على الرغم من بساطة إمكانياتها إلا أنها تمثل وميض أمل في استعادة الحياة لرونقها، كما عهدت في المدن السورية ولعودة الأطفال لممارسة اهتماماتهم والاستمتاع بأوقاتهم بعيدا عن العنف ومشاهد الدمار.